تعمل الشين لاين، حط قياس او البيز لاين بتاعك تو انت ريجولار باوندري لاين ات ان انترفال اوف 10 متر. المديك خلي بالك كده، الكوردينيت الاولاني والكوردينيت الاخير زيروز، يعني فانت هتلاقي الباوندري كده زي هنا كده مثلا، لو انت هتعمل كده باوندري او الاوبس الاولاني والاخير بزيروز، ده بتنطبق على ايه؟ الحاله اللي شبه كده، ان الباوندري والبيز لاين نقطه البدايه ونقطه النهايه منطبقين على ايه؟ على بعض، فالاوردينيت عند اول عند البدايه وعند النهايه بزيرو. تحط معاك الحسابات وتبقوا عارف ايه؟ قلت لك اول اوردينيت واخر اوردينيت لما اديك المسافه بتاعتهم بزيرو، ده معناه ايه؟ معناه باوندري لاين البيز لاين بتاعك عند اول عند البدايه وعند النهايه متطابقين على بعض. ازاي هنا كده؟ ده بس اللي قلت الاولاني ده، طب لو الخط الباوندري طالع من هنا كده يبقى ده كام؟ صفر. هو زيرو. طب هو جه قفل كده اثنين ونص، ثلاثة ونص، خمسة، أربعة، ستة، ثلاثة، اثنين، زيرو. البيوت زي هنا بتكون ذا تشين لاين اند ريفر باوندري اند ذا انج اوف سباي بيديك بقى الافريج اوردينيت رول ترابيزويدال سيمسون رول. قول يا احمد كده هنعمل ايه كده؟ الله يعين عليك. سمعت السؤال التاني، ادي السؤال التاني كده ما سمعتش كويس. المسألة اللي انا بقول لك فيها مش معايا، مش معايا الشيك، فمش عارف. يديك شوية اوردينيتس كده ويديك الانترفال بتاعك ب 10 متر، وعايزك تحسب المساحة بالثلاث طرق. تعالى بينا. أعمل إيه؟ تعالى. كام اوردينيت مثلا؟ دي 7. يبقى عندك كام سيكشن؟ 6 سكاشن. عندك الانترفال 10 متر، 6 ب 10 60 60 كده البيز. الارتفاع بتاعك بقى اللي هو الافريج اوردينيت، اجمع الاوردينيتس اللي عندك على عدد. احنا عندنا هنا كام اوردينيت؟ 1 2 3 4 5 7. اول واحد زيرو واخر واحد زيرو. شوف بقى اكتب بقى كل اللي في النص ده على 7. هنا المسافه اللي هتضرب فيها عباره عن ايه؟ 6 طب 10 في 60 10. قلنا ده الايه؟ الشين لاين كله. الشين لاين او البيز لاين ايه؟ كله. احنا ما بس. بس انت عندك الايه؟ خط ده كده. حلو؟ ده البيز لاين بتاعك. الباوندر الناحيه الثانيه دلوقتي، بس اعتبر ده معاه ايه؟ الريجولار كده. شديت خط في الاول في الاخر، ده الفيرست واللاست ايه؟ اوردينيت. وجيت في النص كده كل 10 متر بقيت تشد ايه؟ اوردينيت اوردينيت اوردينيت. انت عايز تحسب المساحه دي. فانت كده بتضرب طول القاعده دي. عايز تضرب في اوردينيت واحد، هتاخد اي واحد فيهم؟ لا لو كلهم متساويين خلاص بتاخد اي واحد فيهم. لو كلهم متساويين فهو بقى مربع او مستطيل اللي هو ايه؟ طول في عرض. هي بقى نفس الفكره، طول في عرض. فالعرض ده اي واحد فيهم، انا عندي خمسه سته كلهم كل واحد فيهم مختلف. قال لك خلاص اجمعهم في عرض عندي الافرج الاوردينيت المتوسط فيهم. مثلا عندك واحد خمسه، واحد سبعه، واحد ثمانيه، واحد ثلاثه، واحد عندك عندك واحد مثلا في تحت في حبه تحت الخمسه وحبه فوق خمسه، عندك واحد ثلاثه، واحد اربعه، واحد خمسه، واحد سته، واحد سبعه. فالمتوسط بتاعهم اللي هو خمسه. هو ده هنعتبر ان هو ده الارتفاع. هسألك بشكل ابسط عشان تفهم اكتر. وليكن مثلا عايز انت هنا مثلا ده كام؟ ده 7 متر. ده مثلا 4 متر، ده 3 متر. دي تضرب فين واحد؟ لو ضربت القاعده دي في ده فانت جبت مساحه المربع اللي هنا ده كده او المستطيل ده كده. صح؟ فانت جبت ده كله زياده.
طب لو جيت ضربت ده كده فانت كده جبت مساحه المستطيل الصغير ده، فانت نجمت الاثنين دول. وكذلك يعني لو هتضرب القاعده في واحد في اي واحد فيهم في حته هتطير منك، فانت بتتغلب على مشكله ايه؟ انك تجمع اللي عندك رسوم على قد دول متوسط. فدي مثلا ثلاثه ودي اربعه ودي سبعه، فجواكم كام؟ 14 على ثلاثه حوالي 4 وشويه، مثلا 4 و 3 و 10 فين 4 ونص؟ ده هي حاجه كده مثلا يعني. فانت ترجع اعمل ايه؟ وصل كده وجاي هنا كده، فانت زودت حته هنا وزودت ايه؟ وشلت حته هنا، فحته الشال بقى حته الضغط هتلاقي عليهم 4 قريبه من المساحه الحاليه، بس هي مش هي مش اكتر، هي اكتر واحده فيهم اكتر في اللي هي ايه؟ السنسور. برضه الترابيزات مش اكل، لانك انت بتفترض ان الريجولار ده ستريت لاين مش ستريت، بس دي مور اكل من دي ودي مور اكل من دي، يبقى دي اكتر واحده تكون دقيقه ترابيزات. بعد كده الايه؟ الافرج ممكن تبقى دقيقه في كيس ايه؟ لو انا خدت انترفال صغير صغرت كل ما صغر الانترفال تبقى الافرج دي معاك دقيقه، لانك بيبقى عندك عدد من البروتينات بتمثل تقريبا شكل ايه؟ شكل الباوندر بتاعك. دي لو انت فاكرين في التكامل انت كنت ممكن تعمل ايه؟ تاخد شريحه صغيره كده تسميها ديلتا اكس، فاهم؟ التوب بتاعها يبقى البروتينات بتاعك، والثاني ديلتا اكس تدي ايه؟ على طول الباوندر بتاعك تقدر تجيب لها المساحه. فانت كل ما تصغر فلاش الاجر الجديد لو انت وصلت تجيب الانترفال تقعد تصغر فيها لحد ما تاخدها شريحه صغيره كده مثلا عرضها ملي او سنتي، وعملت لها تكامل هي دي المساحه، دي اكتر واحده تكون دقيقه اللي هي جايه انتجريشن. تشتغل بقى حاجات سيمبل يعني. البي بالترابيزويدال، الترابيزويدال رول قلنا بتعمل ايه؟ دي على اثنين بتاع بوس اول اوردينيت واخر اوردينيت اثنين في النص زائد الاخير اقفل الفلوس عرض الارقام اللي عندك في المسافه زائد ايه؟ المساحه. السيمسون دي على ثلاثه هتنفع الاول؟ هتنفع الاول؟ اه هتنفع الاول لو عدد الاوردينيت يبقى عدد السكاشن زاوي يبقى الاوردينيت السيمسون تنفع دي على ثلاثه في هو واحد الاول وفي الاخير والزاويه الثانيه زاويه الاربعه والفرق الاثنين تمام. ده كده الايه؟ المساله الاولى. المساله الثانيه محتاجها بديك برضه شويه اوردينيتس ومحتاج تحلها بالايه؟ الترابيزويدال والسنسور. خلاص بقى مش محتاج الاسكيب بقى ايه؟ هو الجدول بتاع الكوريشن هو ايه؟ الجدول اللي هو بتاع السكشن الثاني هيجيب لنا الاثنين يعني يقول لنا حلو سنتين اه ترانسفورم لا هو غالبا كل طريقه واحده دي مسألة طويلة أصلا صعبة طويلة يعني خطوات مفروض هي طويلة بس طويلة وفيها غلط يعني طويلة والحاجة مهمة طويلة لو غلطت باظ الدنيا فهو إن شاء الله هتبقى طريقة واحدة حتى في الفاينل لما كان بيجي لنا احنا بس بيجي كان في الشيل حلو ماشي ما هوش كافي تعرف تحل في البيت مش عارف مش مديك فيها سبعة بتحل مسألة فأنت ما تقلقش هو كده كده الوقت الأسئلة محطوطة على قد الوقت اللي أنت واخده أنت معاك ثلاث ساعات يبقى معاك أربع أسئلة على ثلاث ساعات مسألة 2 و3 هتحل بالترانزيتور والسنسور الاثنين كده بقى مسألة مثلا مسألة 3 مسألة 2 هو مديك الانترفال 15 متر كده كلها 15 مسألة الثالثة قال لك صفر يبقى والقص بتاعها 2.5 يعني ايه صفر و2.5 يعني ايه صفر؟ الناس بقى تركز انت قلنا ان القاعده دي بتاعتك ايه؟ عباره عن ايه؟ ده تشين لاين طب بقول لك ان الديستنس زيرو يبقى عندي بدايه عند بدايه التشين لاين يبقى الاوردينيت الاولاني ما تجيش مثلا تقول لي ان الاوردينيت الاولاني اللي المسافه بتاعته زيرو لا انا بقول لك ان هو على بعد صفر من بدايه التشين لاين بتاعك على بعد صفر يعني على البدايه بقى كده 5 متر
distance 5 يبقى على بعد 5 متر كده عندك coordinate تاني. بعد 10 متر بعد 15 بعد 20 حلو. وبعد كده هنمشي 20 30 40 بزود 10 هقسم كده هنا. وبعد كده هيمشي 40 60 80 يبقى الناس ركز. اول شويه كان ماشي خمسات حلو كده. بعد كده ماشي 10 بعد كده ماشي 20 دي 85 اللي هتقسم بقى 5 مع بعض وال 10 مع بعض وال 20 مع بعض لان احنا عندنا هنا السنسور وكل ما دي دي يبقى دي دي برضه. فانت هتيجي مثلا هنا تاخد 5 5 5 5 ماشي تاخد الاثنين دول مع بعض 5 2 مع بعض 5 2 هتيجي تاخد مثلا ما ينفعش تاخد 5 من 10 او ما ينفعش 10 من 20. طب في الحته الثانيه مديك 3 10 3 مسافات مسافتين مديك 20 30 40 دول يبقى عندك كام سيكشن؟ 3 سيكشن 2 هتطبق عليها ايه؟ سيكشن واحدة. طب في اللي هو السيكشن اللي هو ما بين الخمسة وعشرة ده بيعمل ازاي؟ ايه بين الخمسة وعشرة؟ ده خمسة؟ ده آخر واحد في الخمسة. ماشي. اللي بعديها هتقطع 10 متر. يبقى خلاص. في واحد كمان 10 متر. تاخد الاثنين دولت مع بعضهم تحلها لوحدها. لا. ودولت مع بعضهم لوحدها. هو أنا قصدي الأس بتاع الخمسة دول هيطلع هتاخده هو هو مشترك. هو مشترك مع تاخده هنا مع الاو ان مع الاهلها او اخر نص كوردينيت مع الاهلها والفيرست كوردينيت مع الاهلها. وبرده في الفرق بين 10 و 20 هتلاقي برده ده مشترك اخر واحد من ال 10 وهو واحد في 20. هتلاقي هنا في 5 4 سكاشن وهتلاقي 10 سكشنين وهتلاقي 20 سكشنين برده. فكلهم زوجي تقدر تشتغل بالايه؟ بالسنسور عادي. اخر مساله بقى رقم 4 يديك ايه؟ ولا كده شيء؟ مش حاطين لك كارديت زي ايه بتقول لي ده تشيل لاين اند كوماند كوردينيت عايز مساحه الشكل ده من الكوردينيت بقد ايه؟ مسحه وصل انت كده تمام كده. يبقى تاني كده طب انا مش هتصير عارف ان هو هيصير لك هو قايل لك كوردينيت يبقى قايل لك كوردينيت الكوردينيت بتحل على انها ستريت حتى لو انت حتى لو هو معمول كده بس بيحسب الكوردينيت هو خلاص حسبها على الناس دي. هو عايز مساحه الايه؟ مش كده كده. اخد الروز دي معايا في عندك؟ لا
دي نقطة ايه؟ B C D E F ايه؟ ايه؟ يعني معاك من اول حاجة تجي معاك تاخد بقى الكلوز رفرنس بتاعك هتاخد مثلا نقطة ايه؟ تبدأ بجانب 0 0 0 حلو؟ طب نقطة B 0 يبقى 0 5 25 نقطة C 2.5 6 ونص دي 14 و7 12 و7 4 75 اي 25 ونص 5 5 ونص 5 ونص ده ايه يبقى بتاع ده التقدير ان هو هو ده محور الاكس بتاعك بعد كده نقطة F 40 ونص 4 و2 G 40 ونص و0 ترجع تاني في 0 0 كده انت كونت الايه الاندسيه بتاعتك تعمل بقى محور اكس واي تعمل ايه تعمل المقصات دي تجمع وتكرر وتطلع لك فاهم الفكره ده بالنسبه لشيت الايه فين احمد دي بعت لك الشيت ده عشان كده